حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل. استضافت مؤسسة الدوحة للأفلام ليلة أمس مهرجان أجيال السينما في الحي الثقافي كتارة، واللي يستمر حتى 6 ديسمبر من هذا الشهر. تابعوا التقرير لمزيد من تفاصيل الافتتاح والسجادة الحمراء ريد كاربت. انطلقت الدورة الثانية من مهرجان أجيال السينمائي الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام بحفل كبير ومراسم السجادة الحمراء بحضور نخبة من نجوم ومشاهير السينما في الوطن العربي والعالم. مهرجان السينما مميز طبعا بحجم وعدد الأفلام المعروضة السنة. المهرجان أيضا أصبح الآن يعتبر حدث محلي مميز قريب من الشباب، اسم مهرجان أجيال، فبالتالي البطل هنا هو الشباب نفسهم. عندنا فعاليات معرض تصوير، عندنا فعاليات أو من أهم عناصر المهرجان صنع في قطر 20 فيلم صنع في قطر، بينهم أفلام قطرية وبينهم أفلام مقيمين في قطر، وعندنا فعاليات أخرى بينها صندوق العجب، مكان تفاعلي في المؤثرات الصوتية والمرئية حق الأفلام، ممكن أي العوائل يشاركون فيها والأطفال والشباب يشاركون فيه. افتتح المهرجان رسميا بالعرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني السباقات للمخرجة أمبر فارس بحضور المنتجة وبطلات الفيلم الذي تدور أحداثه حول النساء الفلسطينيات اللواتي يشكلن أول سباق سيارات خاص بالنساء في الشرق الأوسط، بما يحمله من رمزية لما تتمتع به النساء الفلسطينيات من عزيمة وتحد، ولكن بقالب جديد بعيدا عن الأسلوب التقليدي. We are so excited to be launching this film in the Middle East. It's a film about the Middle East for the Middle East. And for us to be in Doha at the Agile Film Festival and is just it's amazing. We couldn't have asked for anything more. تغير فكرة المجتمع والشباب إن السيارات مش بس للشباب، البنات بيقدروا يسوقوا ويعملوا سباقات مش بس إنهم يسوقوا السيارات. حضوري أنا كمهرجان أجيال قاعد يحفزني إن أنا ممكن أنتج فيلم يكون حلو، محتوى حلو. الحمد لله إحنا نجحنا في اليوتيوب، أكيد إن الخطوة الجاية تكون إن شاء الله نسوي فيلم ولو كان قصير، نجرب فيها نفسنا ونجرب فيها التجارب اللي عملنا فيها الحلقات. فيلمي يوم جديد داخل ضمن مسابقة صنع في قطر. مشاركتنا في مهرجان أجيال السنة يعني بالنسبة لي مميزة، لأن في فيلم صنع في قطر من إخراج لطيفة الدرويش عني أنا عن مشواري الفني، فيعني هالنسخة من المهرجان تعتبر حميمة لي نوعا ما. هالمهرجان وايد مهم، خاصة يعني لأن إحنا جايين عشان نشجع هالشباب والبنات اللي يحبون السينما، واللي عارف إن هالجيل يعني وايد يحبون مجال السينما، وإن شاء الله يعني يدخلون فيها. ويعني أحس أن هالشيء وايد مهم مو بس للمهرجان بس يعني للخليج كله. يسهم مهرجان أجيال في إثراء الثقافة السينمائية المحلية من خلال عرض 90 فيلما من 43 دولة محلية وعالمية، ويأتي المهرجان في دورته الثانية ليؤكد نجاحه واستمراره وتطوره بما يفيد الحركة السينمائية في قطر. مشاهدينا الكرام، في الإطار الثقافي أيضا أعلنت متاحف قطر عن تنظيم معرض من هنا وهناك اللي اختير له هذا العام عنوان قطر البرازيل 2014، وذلك في جاليري متاحف قطر ومعرض مال الأول للمقتنيات التقليدية والتراثية. نشوف التفاصيل في هذا التقرير. تطلق متاحف قطر معرض هنا وهناك الذي يقام في الفترة من 4 ديسمبر وطوال شهر مارس المقبل في جاليري متاحف قطر الرواق بجوار متحف الفن الإسلامي.
يأتي المعرض ضمن برنامج العام الثقافي قطر البرازيل 2014، وتحت عنوان المعرض من هنا وهناك، ما يشير إلى مشاركة البلدين في تقديم أعمال فنية لمجموعة من أبرز الفنانين الموهوبين من قطر هنا ومن البرازيل هناك. الفنانون يستعرضون خلال أعمالهم رؤيتهم للتطورات الثقافية والمجتمعية والبيئية التي شهدها البلدان، والمعرض يأتي كجزء من مبادرة متاحف قطر في إقامة علاقات ثقافية بين قطر ودول العالم. يشار إلى أن متاحف قطر ستنظم عدداً من الزيارات الإرشادية المدرسية، والتي ستمكن الطلاب والمعلمين من استكشاف معرض هنا وهناك، حيث ستتوج جولتهم بورشة عمل صممت خصيصاً لتناسب أهداف وأغراض المدرسة التعليمية. من هنا وهناك وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات والتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاغ برنامج ترحيب. نعم مشاهدي الكرام، أو عبر الانستغرام الريان تي في. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، وتمسون على خير. تمسون على خير.